وبنكمل النهارده لقائنا مع النجمه بشرى، واللي امبارح اتكلمنا معاها وعرفنا اخر اخبار مسلسل الدخول في الممنوع، واللي بيشاركها في البطوله الفنان احمد فلوكس والاخراج لمحمد النجار. اما الجديد بقى اللي بتعمله بشرى في الوقت الحالي فهو استكمال فيلمها الجديد مش رايحين في داهيه. احنا شغالين والاسم اللي وصلنا له النهائي مش رايحين في داهيه، اخراج حمصه واحمد صالح، وطبعا معايا نخبه جميله مي سليم وريم مصطفى واحمد صلاح حسني ونبيل عيسى. يعني احنا خلصنا الاجزاء الاساسيه، باقي حاجات فاضله يعني من الفيلم، لكن مش ايام كتير ان شاء الله نكون مخلصين قريب. يعني تفاصيل اكتر عن فيلم بشرى الجديد مش رايحين في داهيه وعن قصته هنعرفها حالي. الفيلم لايت رومانتك كوميدي، يعني فيلم اجتماعي لايت كده لذيذ لطيف، وبيتكلم عن علاقه الرجل بالمراه والصراع الدائم الابدي ما بين الرجل والمراه، بس في اطار خفيف واطار يعني لايت. اما دور بشرى في الفيلم فهو ما بيختلفش كتير عن الادوار اللي تعودت بشرى تقدمها على الشاشه. دوري واحده من الفتيات اللي دايما هو دوري في الحقيقه ودوري على الشاشه، اللي هي مع حرية المرأة ودايما بتحارب علشان حرية المرأة. ويعني أنا بتهيألي أنا معروف عني الموضوع ده سواء في حياتي أو على الشاشة، أنا دايما مع المرأة ومع حرية المرأة. بشرى بتعيش الفترة دي أحسن فترات نشاطاتها الفنية، لأنها كمان لسه مخلصة تصوير فيلم ليل داخلي. منتظرة بس انتهاء أعمال المكساج والمونتاج من فيلم ليل داخلي إخراج المخرج حسام الجوهري. هم حاليا في مرحلة وضع الموسيقى التصويرية والمكساج النهائي للفيلم، علشان ما اعرفش برضو ميعاد عرضه ده هيحدده المنتج بتاع الفيلم يعني. لكن يا ترى ايه هو الاختلاف اللي بين فيلم ليل داخلي وباقي الاعمال المشغوله بيها حاليا بشرى؟ هو فيلم يعني سسبنس اكشن شويه، يعني نوع مختلف عن العملين اللي انا بعملهم غيره. طبعا بيتكلم عن عالم الانتاج السينمائي وانا دوري فيه منتجه سينمائيه، ويعني بيتكلم شويه عن كواليس بس في اطار قصه سسبنس تشويقيه حدوته يعني كده. اما السؤال الاهم فهو ليه بشرى بتركز اكتر في السينما عن تركيزها في المسلسلات على عكس اغلب النجوم؟ انا طبعا مع السينما وشايفه ان السينما بتظلم بسبب الدراما التلفزيونيه، وكله بيهجر السينما من اجل الدراما التلفزيونيه لان بقت هي المطلوبه اكتر وبتتشاف اكتر وفلوسها اكتر، فمعظم الناس بتبقى بتجري على المسلسلات، وده في حاله هجر للسينما، وده خطر جدا على مستقبل السينما، وخصوصا وانه السينما كده كده هتدخل في مرحله دلوقتي هتبقى كل حاجه يعني ديجيتايزد، واحنا اوريدي بقت كل حاجه بقت ديجيتال، وبقى في دلوقتي افلام بتنتج على الانترنت. في الحقيقه النشاط بشرى فني مش بس في التمثيل، لانها كمان عندها مواهب تانية كتيره جدا ومنها الغناء. اقول بحبك ويقولوا لك يعني هم هيقولوها احلى مني، ارق مني تسمعها منهم ولا مني، دي احلى لحظه في الحكايه. والله الغنى يعني موجود الحمد لله، نزلت اغنيتين السنه دي، اغنيه قالوا لي بحبك واغنيه كل يوم والتاني، وصورتهم، واحده كانت في عيد الحب والتانيه في عيد الربيع، وشغاله على اغنيتين شتوي بقى ان شاء الله يعني الفتره اللي جايه دي، محضر الاغنيتين سنجل ان شاء الله. لكن واضح ان نشاط بشرى الفني مخليها تتعرض للحسد زي ما هي بتقول، وعشان كده مش بتقول تفاصيل عن اعمال فنيه هتعملها في المستقبل. مش هقول اي حاجه خالص غير لما تخلص، انا البومي اتحرق في حريق استوديو ليله 70% من النالبوم، فيعني الحمد لله النحس ما شاء الله كان محاوتني، ومسلسلي وقف سنه وسبع شهور ولا ثمان شهور. والسؤال الاهم دلوقتي، هل بشرى بتخاف من الحسد الدرجه دي ولا لا؟ بؤمن بالحسد طبعا، من بالعين مذكور في الديانات اللي احنا بنؤمن بيها، وانا مش مخترعاه طبعا، بؤمن بيه وبؤمن بالعين الشريره وبؤمن بالناس اللي هي بتتمنى الشر للغير، كل الحاجات دي موجوده.